السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هشرح آخر نوع من أنواع السنسور في دورة الكلاسيك كنترول، وهو حساس فلو سويتش. حساس الفلو سويتش هو حساس بيسنس مرور مائع معين، غالبا بيكون مية، وبيسمح بمرور المائع ده في اتجاه معين وبيمنع مروره في الاتجاه التاني. فبيكون هو عبارة عن جزئين، جزء ميكانيكال وجزء إلكتريكال. الجزء الميكانيكال ده هو اللي بيسنس مرور المائع وبيدي إشارة للجزء الإلكتريكال اللي هو يعكس أوضاع نقط التلامس بتاعته، سواء من النورمال أوبن للنورمال كلوز أو العكس، على حسب العملية الصناعية اللي أنا بستخدم فيها الفلو سويتش. الفلو سويتش غالبا أشهر تطبيقاته بيكون في دوائر التشيلر، ودي بيكون عبارة عن مبردات، والدوائر بتاعة إطفاء الحريق بيستخدم اللي هو لما بتحصل حريقة والسنسور بتاع الفاير بيدي أمر للفالف الخاصة بالترباين أو الخاصة بالترمبات بتاع ضخ المية اللي هي تشتغل. الفلو سويتش بيحس بمرور المية، فهو اللي بيدي كونتاكت أو بيدي أمر لدوائر الألارم اللي هي تشتغل. فده بيكون وظيفته. طبعا انا بقدر اعرف الضغط اللي هو بيقدر يستحمله الجزء الميكانيكال ودرجة الحرارة بتاعة المائع بتاعتي، وهيبدأ يوصل كهربا قد ايه عن طريق المانوال بتاعي. يعني اقدر اعرف الماكسيمم فولت والماكسيمم امبير اللي ممكن يستخدمه اي سنسور عن طريق المانوال. مثلا ده المانوال الخاص بالفلو سويتش، واقدر اعرف منه الفانكشن بتاعته. بيقدر يعمل كونتاكت وبيقفل النقط بتاعته لما الضغط بتاع المائع بيزيد، او مش الضغط، لما مرور المائع بيزيد، وبيفتح لما مرور المائع بيقل، والعمليه بتقدر اعكسها منه. ومثلا بيستحمل درجات حراره من 0 ل 60 للمائع، وميكسيمم كارنت ليه بيقدر يستحمل تيار 1 امبير، وبيشتغل على الفولت الـ AC والـ DC في النوع ده. مثلا الفولت الـ AC في النوع ده 230 فولت، والفولت الـ DC بيقدر يستحمل لغاية 48. فهو على حسب أي معدة أو أي جزء بستخدمه في جزء الكلاسيك بيكون لها المانوال الخاص بيها، وبقدر عن خلال المانوال ده اللي أنا بقدر أظبط نظام الكنترول بتاعي، واظبط الوقت بتاعي بتاع الكنترول، واقدر اتحكم فيه بوجه عام. يعني اي جزء، سواء اذا كان تايمر او سواء ريلي او سواء ستوريد ستيت ريلي او اي سنسور، بيكون لي المانوال الخاص بيه اللي بيكون بيحتوي على كل حاجه ليه. وتقريبا يعني افضل ريفرنس اللي انت تقدر تتعلم منه كنترول هو المانوال.